طيب اول شكل من اشكال زياده الحمل التدريج على العضله معانا النهارده هو انك تزود وزن. لا، الحاجه البيزك، الحاجه اللي كله يقدر يحسبها، الحاجه الاساسيه اللي كله بيعملها. اما تزود وزن مره على مره، زيادتك في الوزن ده بيساوي زياده في الكتله العضليه، لان كتلتك العضليه ما بتحسش انت بتشيل وزن قد ايه، لكن الدراسات اثبتت ان كتلتك العضليه بتساوي الوزن اللي انت بتشيله. يعني مثلا مش لو انت بتشيل في الباي 30 كيلو يبقى انت الباي بتاعك 30 كيلو، لا، انا اقصد بتساوي قوتها بتساوي الوزن اللي انت بتشيله. يعني انت بتشيل 30 كيلو في الباي، يبقى انت قوه الباي عندك تقدر ان هي تحرك 30 كيلو، فكل ما زادت الحمل اللي انت بتشيله كل ما زادت قوتك وكل ما زاد حجمك العضلي، لان زي ما ذكرنا في فيديوهات سابقه ان القوه تابعه للحجم بقدر كبير. وخد بالك زيادتك في الوزن هنا، في ناس كتير جدا بتبقى فاكره ان عشان يزود بيزود بال 5 كيلو مره واحده، يعني اللي هي 10 او 12 باوند، اللي هي في ناس كتير بتبقى متخيله ان الرقم ده قليل. الرقم ده خد بالك كبير جدا، ده هم بره بيزودوا بال 1.5 وال 2.5 باوند، يعني كيلو وربع، كيلو ونص، ده يوم ما يبقى كبير قوي. وخد بالك ان زيادتك الاحمال التدريجيه دي محتاجه ان انت تزودها في كل اسبوع او كل اسبوعين على الاقل. هتقول لي يعني انا دلوقتي هزود كل اسبوع مثلا 2.5 هنا و2.5 هنا؟ اقول لك ما انت لو زودت كده محدش هيعرف يوقفك، هتشيل اكتر من روني كولمان. لكن انت هنا بتيجي ليك ليميت معين، ليك حد معين ما تقدرش تزود فيه، زائد ان في بعض الالعاب ما تقدرش انك تزود فيها اوزان زي العاب العزل والعاب الايزومتريك، ما تقدرش تزود فيها وزن كتير، فهنا بتلجا لاشكال ثانيه من البروجريسيف اوفرلود.